برعاية مؤسسة الشهيد والمؤسسة العامة للسينما تم عرض فيلم الأب للمخرج باسل الخطيب بحضوره وحضور مجموعة من أبطال العمل، وذلك في المركز الثقافي بمرمريتا في وادي النضارة، حيث يعود ريع العرض لأهالي وذوي الشهداء. في شهر رمضان المبارك تكثف المؤسسات الخيرية من نشاطاتها للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في سوريا، ولا ينسى أصحاب هذه المبادرات أهالي وذوي الشهداء، ولا سيما في هذه الأيام الفضيلة. وانطلاقا من الحس الوطني تم عرض فيلم الأب للمخرج باسل الخطيب برعاية مؤسسة الشهيد والمؤسسة العامة للسينما، تم ذلك بحضور المخرج ومجموعة من أبطال العمل والتي يعود ريعها لأسر الشهداء، وذلك في المركز الثقافي بمرمريتا بمنطقة وادي النضارة. الفكرة أجت أنه نحن نعيد الثقافة، السينما، الحياة، الألفة، تكون العالم كلها مجتمعة، صغير مع كبير، مع ختيار مع شاب مع صبية، اجتمعوا بمكان واحد. هذا المكان ما بيلتقى إلا بالسينما، بالمركز الثقافي، بالثقافة وبالعلم وبالفن، بيلتقى كل هاي الأعمار. حبينا ننقل هاي الصورة، بنفس الوقت نعمل شيء نحن نقدمه لشهدائنا، لأهلهم، لأنه مؤسسة الشهيد شعارة ودائما شعارة خدمة سوي الشهداء. وكنوع من إحياء الحركة الثقافية والتشجيع على المبادرات الخيرية، برزت أهمية هذه الفعالية التي تميزت بحضور وإقبال كثيف لأهالي المنطقة الراغبين بحضور الفيلم من جهة، والتبرع لأهالي وذوي الشهداء عبر شراء بطاقة الدخول. مبادرة كتير حلوة، باعتبار أنه هذا العمل هو بيجسد الأزمة اللي صارت بسوريا، وكل ريع العمل هو عازة مؤسسة الشهيد. فيلم الأب الذي صور آلام الحرب في سوريا وما آلت إليه حال عشرات العائلات التي فقدت بيوتها وأرزاقها، فضح الإرهاب بكل أشكاله القذرة بغية توثيق جزء مما حصل في سوريا للأجيال القادمة. بدورهم مخرج العمل وأبطال الفيلم عبروا عن سعادتهم بتواجدهم بين الأهالي، وشكروهم على إقبالهم واندفاعهم لمساعدة أهالي الشهداء. بدي أشكر مؤسسة الشهيد على هي المبادرة الرائعة بتنظيم العرض اليوم، وبدي أقول لك نحن شو ما قدمنا بضل قليل. يعني أهالي الشهداء عم بيقدموا أبنائهم، عم بيقدموا أغلى شيء عندهم. نحن عم نحاول بشتى الوسائل، بكل شيء بنقدر عليه، إنه نقدم ولو دعم أحياناً بيكون رمزي أحياناً معنوي. لا شك يعني الزمن الصعب لازم يلمنا، يجمعنا سوا لنرجع نبني مرة تانية اللحظة اللي بتستحق البلد. الحرب اللي مرت على وطننا أكيد كانت حرب موجعة مؤلمة، ولا بد من أن نتواصل نحن دائما، سواء المشتغلين بالشأن العام والشأن الثقافي، أن نعمق علاقتنا بالناس لنرجع سوا نتعاون ونعيد على الأقل الجزء المتاح من الملامح لبلد عظيم مثل سوريا. انتصار سوريا على هذه الحرب الظالمة وإعادة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه ما كان ليتم لولا تضحيات الشهداء الأبرار، فالشعب السوري بكل أطيافه وفئاته ينظر بتقدير واحترام كبيرين لما قدمه شهداء هذا الوطن من أجل الأمن والاستقرار. من المركز الثقافي بمرمريتا في منطقة وادي النضارة، شيرين العلي، الإخبارية السورية. احتفال بعيد قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص بحضور المحافظ وقائد شرطة المحافظة لتخليد بطولات حامية البرلمان ضد الاحتلال الفرنسي وبطولات رجال الجيش العربي السوري وعناصر الشرطة في مواجهة الإرهاب التكفيري. الاحتفال بعيد قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص كان مناسبة لتخليد بطولات حامية البرلمان ضد الاحتلال الفرنسي وبطولات رجال الجيش العربي السوري وعناصر الشرطة في مواجهة الإرهاب التكفيري. قيادة شرطة محافظة حمص أقامت احتفالية بحضور محافظ حمص طلال البرازي وفعالية رسمية وشعبية بمناسبة مرور 72 عاماً على تلك المأثرة الوطنية الخالدة والتي يعيد شعبنا تأكيدها اليوم دفاعا عن سوريا وسيادتها واستقلالها
وهذا ما يجسده رجال قوى الأمن الداخلي وهم يقدمون تضحيات إلى جانب الجيش العربي السوري، كما قال قائد شرطة المحافظة اللواء خالد هلال. هذه مناسبة تتكرر كل عام لما تحمله من عبرات ومن تاريخ نضال حافل لقوى الأمن الداخلي، ونحن في مثل هذا اليوم. أصبح لدينا كل يوم 29 أيار منذ 7 سنوات، والشعب العربي السوري، الجيش والقوات المسلحة، قوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة تقاتل جميعا جنبا إلى جنب لحماية هذا الوطن. تحول كل يوم منذ 7 سنوات إلى يوم شبيه بال29 من أيار. قوى الأمن الداخلي في حمص قدمت أروع التضحيات. في هذا البناء الذي نتواجد فيه سقط عشرات الشهداء دفاعا عن هذا المكان، دفاعا عن قيادة شرطة حمص، ومنعا للإرهاب من دخول المدينة. الاحتفال بالمناسبة تخلله تكريم الجرحى وأسر الشهداء من الذين يقفون اليوم في وجه الهجمة الإرهابية التي تستهدف الوطن. نحن مستمرين بالدفاع عن الوطن وبنشكرهم على التكريم، الله يحمي هالبلد. الله يرحم جميع الشهداء ويرد كل المخطوفين لأهاليهم، وإن شاء الله تضل سوريا بأمان وبخير. كرام وانتم بخير. نحن متى اليوم بعيد الشرطة نحتفل بعيد شهداء قوى الأمن الداخلي عام 1945 اللي رفض التحليل لعلم الاستعمار الفرنسي حامية البرلمان، ومنعاهد الله والوطن وقائد الوطن أنه نمشي على خطى شهدائنا لتحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. كما كانت سوريا عصية على الاحتلال الفرنسي، فهي اليوم تسجل صفرا جديدا دفاعا عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ترفض الهزيمة وتقدم التضحيات من أجل أن تبقى عزيزة شامخة. جولة في مدينتي نبل والزهراء لرصد الواقع خلال شهر رمضان المبارك. رغم سنين الحرب لم تتغير تقاليد شهر رمضان المبارك وعاداته، ومدينتي نبل والزهراء والأجواء المليئة بالإلفة والمحبة شاهد على ذلك. نهاية الأمة الإسلامية كلها بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم وشهر الخير. طبعا شهر رمضان فيه العادات والتقاليد عند كل المسلمين، وخاصة بنبل، مدينة نبل والزهراء، بنقوم بقبز المعجنات والمعروك وراس بعجبي بتفور. رمضان هو بيجمع الناس كلها بألفة ومحبة، محبة لكل الناس. الأخ بيروح عند أخوه، الصاحب بيروح عند صاحبه، والجيران بيجيبوا لجيرانهم، هذا بياخذ هذا صحن طبيخ وهذا بيجيب هذا صحن أكل، والحلويات سنة كويسة كاننا محرومين منها من 4-5 سنين. الأهالي يتمنوا في الشهر المبارك أن يكون هو آخر شهر فضيل من عمر الأزمة السورية، كما تمنوا النصر الدائم للجيش العربي السوري. هذا الشهر الكريم اللي هو شهر رمضان اللي الله خلقه مميز برحمته، بصلة الرحم بين الأقرباء، بألفته، بجمعته، بمائدته المميزة. ومنتمنى لحنا أنه الجيش إن شاء الله دائما يتقدم، وكل ما تقدم الجيش وكل ما حقق انتصاراته إن شاء الله لحنا منرتاح. شهر رمضان شهر المحبة، نحن نتمنى أنه هذا يكون آخر شهر رمضان يعدي على سوريا في هالأزمة. الشهر القادم نكون خلصانين من الإرهابيين ومن القتل ومن الدم، ويكون الجيش العربي السوري في نصره حقق الأمن والأمان لكل سوريا. شهر رمضان هو الشهر الفضيل الذي خلقه الله، مميز بأجوائه وطقوسه، ولطقوس السوريين بريق خاص بسبب ما يميزهم من عادات وتقاليد. شهر رمضان المبارك بنكهته الخاصة وأجوائه المتميزة يطل على أهالي المدينتين وكلهم أمل أن يعم النصر والسلام على سوريا. النبل والزهراء، مصطفى كوسة، الإخبارية السورية. قيادة شرطة محافظة طرطوس تقيم احتفالا في مدرسة الشرطة بحضور محافظ المدينة وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وضباط وصف ضباط قوى الأمن الداخلي وعدد من ذوي الشهداء. بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي،
أقامت قيادة شرطة محافظة طرطوس احتفالا في مدرسة الشرطة بحضور محافظ المدينة وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وضباط وصف ضباط قوى الأمن الداخلي وعدد من ذوي الشهداء. الله يرحم الشهداء، نحن مستعدين. أنا عندي شهيدين، شهيد بالحرس الجمهوري وشهيد بالشرطة، قدمتهم ساعدي اثنين. إذا تخلص البلد بسلامي نحن مستعدين نقدمهم كمان. أنا والدة الشهيد محمد صالح أبو علي، أنا بفتخر وبعتز أني قدمته له الوطن والحمد لله رب العالمين، والله يرحم جميع الشهداء ويشفي الجرحى. الاحتفال بدأ بإلقاء عدة كلمات بهذه المناسبة، وقام عناصر مدرسة الشرطة بعرض عسكري أمام المنصة وعرض للآليات التابعة لشرطة المحافظة، كما قدم أبطال المهام الخاصة وعناصر حفظ النظام عرضا عسكريا آخر بالإضافة لفقرات الحلقة النارية وفنون القتال القريب. وفي نهاية العرض كرمت قيادة شرطة المحافظة عددا من ذوي شهداء قوى الأمن الداخلي تقديرا لما قدموه فداء للوطن. أقول لكل الشعب السوري ولقوى الأمن الداخلي عناصرا وصف ضباط وضباط، كل عام وهم بخير والوطن بخير وقائد وطن ألف خير. لا شك أن قوى الأمن الداخلي كانت تقاتل هذه العصابات الإرهابية جنبا إلى جنب وصفا واحد مع قواتنا الباسلة في الجيش العربي السوري. كل عام وسوريا بخير وإن شاء الله منتصرة. نقول لأهلنا ورفاقنا بقوى الأمن الداخلي كل عام وأنتم بخير. حقيقة هذا اليوم الوطني الرائع الجميل نجدد فيه الثقة بقوى الأمن الداخلي وبالجيش العربي السوري وبالوطن وبانتصارات جيشنا، كما نؤكد على ثوابتنا بحتمية النصر وبالوحدة الوطنية المميزة. كل عام وانتم بخير. يوم من أيام البطولة بأيام العز والفخار ذكرى 29 أيار ذلك اليوم الخالد في قلوبنا وفي نفوسنا، يوم رفض حامية البرلمان أداء التحية للعلم الفرنسي المستعمر الغاشم. هذا اليوم هو عيد لقوى الأمن الداخلي، وتخليدا ووفاء لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة التي ارتكبها الفرنسيون في عام 1945 في يوم 29 أيار. ونعاهد رفاقنا الذين ارتقوا شهداء على أن نبقى على دربهم مغضون حتى تحرير كامل تراب الوطن العزيز من رجس الإرهاب البغيض. وكل عام وأنتم وقائدنا بألف ألف خير. تحتفل قوى الأمن الداخلي اليوم بهذه الذكرى العظيمة عيد الشرطة. نحن متواجدين بدورياتنا موجودة على مدار 24 تنظيم حركة المرور وتسهيل حركة المرور بالدرجة الأولى وتأمين السلام المرورية لكافة مستخدمين الطريق. جهاز قوى الأمن الداخلي سيبقى جنبا إلى جنب مع الجيش وأبطال الجيش العربي السوري لتحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. وكل عام وأنتم بألف خير. ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي وبهذه المناسبة أكدوا بأنهم على العهد حاملين الراية يدافعون عن تراب الوطن يدا بيد مع أبطال الجيش العربي السوري لتبقى سوريا سيدة عزيزة كريمة خالية من الإرهاب وينعم أبناؤها بالخير والأمن والأمان. قيادة شرطة القنيطرة تحتفل بالذكرى 72 لاستشهاد أبطال حامية البرلمان الذين استشهدوا عام 1945 جراء اعتداء الاستعمار الفرنسي. تخليدا لذكرى استشهاد حامية البرلمان من الشرطة جراء اعتداء الاستعمار الفرنسي في 29 من أيار عام 1945 وتخليدا لأرواحهم الطاهرة، احتفلت قيادة شرطة القنيطرة بالذكرى 72 لاستشهاد أبطال الحامية، حيث أشار محافظ المدينة إلى عظمة شهداء حامية البرلمان الذين قدموا نموذجا لقيم شعبنا في التضحية والفداء والوقوف إلى جانب الجيش لدحر الإرهاب. شعبنا العربي السوري اليوم يأبى الضيم ويأبى أن يعتدي أحد على أرضه، فجميعنا مشاريع شهادة في سبيل أن يبقى تراب سوريا حرا مزدهرا. نقول لعناصر قوى الأمن الداخلي ولشعبنا ولأهلنا ولقائدنا كل عام وسوريا جيشا وقائدا وشعبا بألف خير، والنصر لنا بإذن الله.
وتم خلال الاحتفال تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين من عناصر قوى الأمن الداخلي بالقنيطرة، كما بيّن قائد شرطة المحافظة أن الاحتفال بهذه الذكرى هو تكريس وتمجيد لقيم الشهادة والبذل والعطاء لشهداء الوطن في كل زمان ومكان. نحن قوى الأمن الداخلي في أرض محافظة القنيطرة نقوم بواجبنا الأساسي ومهماتنا الأساسية بالدفاع عن وطننا والحفاظ على مواطنينا والوقوف مع أهلنا أبناء محافظة القنيطرة صامدين بوجه الاحتلال الإسرائيلي والعصابات الإرهابية المسلحة لتبقى سوريا قلب العروبة النابض ومنارة للمحبة والفداء والتسامح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. بهذه المناسبة منعاهد السيد الرئيس على التضحية بالدم والفداء. الله يرحم الشهداء كلها وكلهم أولادنا، ونحن فدى الوطن وأولادي كلهم فدى الوطن وفدى سوريا، ونحن كلنا فدى الوطن إن شاء الله، دمنا كله فدى الوطن. هو أمن الداخلي من 45 حتى هالتاريخ هو يد بيد لحماية الوطن وأرض الوطن وتراب الوطن مع قوى الجيش العربي السوري، فاستحقوا منا كل الاحترام والتقدير. الروح النضالية التي تمتلكها قوى الأمن الداخلي والتي تتجسد بالاستعداد التام للسهر على راحة المواطن وتأمين الأمن والأمان له والتصدي للإرهاب والإرهابيين في كل أرجاء الوطن كانت وما زالت منارة للأجيال على مر الزمن. بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي أقيم في مقر كتيبة حفظ النظام حفل بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شريتح وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي. بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي أقيم في مقر كتيبة حفظ النظام حفل لإحياء ذكرى شهداء القوى الأمن الداخلية في دفاعهم عن وطنهم وإكبارا للتضحيات التي قدمها أبطال حامية البرلمان الذين ضحوا بأرواحهم ليكونوا جسرا للأجيال القادمة وتخليدا لقيم الشهادة والشهداء. هذا اليوم الذي سرع بالجلاء وسرع برحيل المستعمر الفرنسي بعد المجزرة التي ارتكبها بحق هؤلاء الأبطال حامية مجلس الشعب، أيضا الدماء الطاهرة والأرواح التي تذهب وترتقي على أرض الوطن هي التي ستسرع في رحيل هؤلاء المغتصبين لأرضنا وعودة الأمن والأمان لبلدنا بفضل بطولات جيشنا العربي السوري. هو يوم وطني بامتياز به لأنه يمجد لقيمة الشهادة، شهادة الرفاق الذين قاوموا الاحتلال الفرنسي واليوم الأبطال الذين قامون الفكر التكفيري الظلامي وهذا الإرهاب المتصهين القادم عبر الحدود. سوريا منتصرة برادة أبنائها، جيشها، شعبها والقوى الرديفة، القوى الأمنية التي كانت وما زالت وستبقى رمزا لصمود ومنعة وانتصار هذا الوطن الغالي سوريا مع جيشنا الأسطوري الباسل. نحن في هذا اليوم الأغر من أيام قوى الأمن الداخلي نتقدم بالتحية لأرواح شهدائنا من قوى الأمن الداخلي ومن القوات العسكرية ومن القوات الرديفة والمدنيين، ونحن في وزارة الداخلية نتقدم بالشكر من السيد وزير الداخلية لما قدمه من تدريب ومن سلاح ومن تأهيل لرجال قوى الأمن الداخلي ليكونوا قادرين على الاستمرار بما قدمه السلف الصالح في 29 أيار. منفدي سوريا بدمنا وبروحنا وبقلبنا، وبحب أقول لكل شرطي لكل شرطية أنه نحن قادرين نتحمل كل الظلم كل الإرهاب، نحن قادرين ندافع عن الوطن وعن حقنا. كلنا متفائلين خير، ولولا الشهداء احنا ما كنا لنا وجود. الحمد لله نحن حاربنا دول كتير والحمد لله انتصرنا، الحمد لله رب العالمين، نصرنا مبين على كل العالم. الله يرحم الشهداء ويحفظ الجيش ويشفي الجرحى ويرجع المخطوفين. تخلل الحفلة تكريم عدد من ذوي الشهداء، حيث أكدوا أن الشعب العربي السوري
لم يبخل يوما في تقديم التضحيات لحماية وطنه واستعداده الدائم لتقديم الغالي والنفيس لمواجهة الإرهاب حتى تحرير كامل الأراضي السورية.